ليوس بورشبا مستشار بمقاطعة البليوت رئيس لجنة تعمير البيئة. اليوم كما كان في الجميع أن كانت واحد إشكالية في المدينة القديمة اللي هي كانت تخنقات لنا واحد شوية الحمد لله مجموعة ديال المتدخلين بفضل السيد الرئيس المجهودات ديالها وفضل مجموعة ديال المتدخلين خاصة شركة لافيك مشكورة من هذا المنبر، يعني تدخل سريع ديال الشركة والتدخل السريع ديال المقاطعة باش نحطوا الناس في الصوره، كان تجاوب سريع وكان تجاوب ايجابي، نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون هذا التجاوب اللي تجاوبت معنا اليوم يكون نموذج ويتوزع على مدينه الدار البيضاء، لان اليوم كان التجاوب ديالها بفضل يعني رئيس مصلحه ديال تتبع شركه التدبير المفوض اللي حتى هو كان عنده واحد الدور ايجابي كبير. اليوم كان نموذجي في هذا التدخل الصغير. علاش كنقولوا تدخل صغير؟ لانه كيف ما كان الحجم ديالو كيبقى صغير نظرا يعني التساقطات الماتيريالية الله طلعت علينا كانت عندنا هذا الاشكال. اليوم هذا انذار لمقاطعه البليوت، اليوم هذا انذار لجماعات الدار البيضاء، اليوم هذا انذار للشركات اننا خصنا نخدموا نضافروا الجهود نضافروا ذاك يعني ذاك التواصل بعضياتنا نقدروا نوصلوا لواحد الموسم ايجابي، ونطلب الله سبحانه وتعالى يكون عندنا هذا الموسم نموذجي خاصه اننا بدايه المشوار. شكرا لكم. صباح هذا وقع واحد بوتي بروبليم في المدينه القديمه ديال واحد البلوعه اللي كانت مخنوقه وما خلاتش الامطار والمياه تدوز. تواصلنا مع السكان اللي عطاونا واحد الميساج قالوا لنا راه كاين واحد المشكل. بالمساعده ديال سي يوسف بوخشبه اللي هو رئيس لجنه التعمير مشينا في عين المكان وعيطنا للشركه المسؤوله وحلينا المشكل بطريقه عاديه. هذا وانا كنظن بان هذا واجب للمقاطعه. طيب هل الجانب المتعلق بالاستجابة مع الشكايات ربما ديال المواطنين؟ نعم. واش كاين شي تطور في الاستجابة؟ كاين تطور، غادي يكون تطور بحكم اننا حنا يلاه بدينا العمل ديالنا ويلاه بدرنا بالعمل ديالنا وكنحاولوا ما امكن ننسقوا مع بعضياتنا ونحاولوا نشوفوا شنو هما الحلول الناجعه اللي غادي تمكننا اننا نتواصلوا بطريقه العمل اللي غادي توصلنا للاهداف ديالنا بسرعه. وحنا كنتكلموا على السرعه بطبيعه الحال pour passer à l'action باش كيتوصلوا مثلا اتصالات المواطنين وهذا كيفاش كتكون الاستجابه ديال الشركات المسؤوله وخاصه معروفه الصراحه الشركه ديال الاستجابه ديال الشركه المسؤوله كتكون بسرعه حتى هي ما كاين حتى مشكل. حنا خصنا المشكل الوحيد هو ان هذيك الحلقه خاصها تكون مرتبطه مع بعضياتها، يعني ان منين الساكنه كتوصلنا الميساج حنا الميساج خصنا حتى حنا نستوعبوه وناخذوه بطريقه سريعه، وعاوتاني ديك السرعه ديال الاستجابه مع الشركه هي كتكون بطريقه سريعه، حيت هذاك لو مايون ديال لاشين الى شي مايون تقطع كيتقطع يعني الاستجابه ما كيكونش نتيجه ناجعه. الا حنا خدينا لانفورماسيون وهذيك لانفورماسيون اون لا تريت اي اون رياجي، هذا هو ليسونسيال. والحمد لله هذه المساله هذه كاينه بالفضل ديال الناس ديال المقاطعه وبالفضل المستشارين وبالفضل ديال حتى الشركه اللي من زعما حتى هي عندها واحد الفضل في هذه العمليه هذه بحكم اننا فاش عيطنا لهم راهم جاوا. يعني مع بدايه الموسم ديال الامطار، هذه الامطار اللي خوفت الناس اليوم، مجرد ما تلقينا نداء ديال واحد المواطن اللي هو جمعوي معنا اللي هو السي العويده، مجرد ما تلقينا النداء ديالو موثق بالصوره وبالفيديو انتقلنا الى عين المكان، يعني انه بعد اخبار السيد الرئيس والسيد رئيس لجنه التعمير واخبار المصالح المختصه وقمنا باللازم. هذه العمليه هذه يعني انا كنقول لجميع المواطنين ديال مقاطعه سيدي بليوط مع هذا الموسم ديال الامطار التليفونات ديال جميع المستشارين عندكم ممكن تعيطوا 24 ساعه 24 ساعه في انتظار اننا نديروا واحد البلاتفورم وهذا واحد باش يمكن لينا نسهلوا التواصل. شكرا. بالطبع اليوم كانت السرعه في التنفيذ التدخل، وهذا اللي خلى الساكنه انهم اليوم كيقولوا انه شكرا لشركه ليديك على التدخل ديال اليوم. الى مازال نشوفوا التدخلات الاخرين كيفاش، حنا كنمشيو على حساب كل لحظه ولحظه شنو كيدار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.